مارك اند براكت. انزين بتبدون ولا شو؟ خلاص جاهزين جو. كلاود فيرسس اوتومان، انكلينج فيرسس سنيك. الماتش اب هني يعني يحتاج كلاود دائما يجرب، و اوتومان دائما يبعد، لكن نشوف في النهايه كل واحد وطريقه لعبه بالشخصيه، احتمال استراتيجي مختلف. ونشوف حاليا رش 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 من كلاود. كلاود يعني مستعجل على رزقه. شوف بين طبعا منو المدافع، منو ما بين منو المدافع منو المهاجم. المهاجم كلاود، المدافع اوتومان. شوف استعجال كلاود خلاه يوصل 90، وايد كان رش في البدايه. ركز ونشوف. يا سلام فاينل بلو، محتاج روكيتس او بومب في وقت مناسب. ونشوف كلاود يخسر ستوك، ولكن كلاود حاليا في الوضع الافضل. ويا سلام يا سلام عليك يا كلاود، قراها، وضع له بومب تحت خلاه ينجبر يروح فوق، وراح له فوق ابير وخذ ستوك من اوتومان. اوتومان حاليا يحاول يطلع كلاود بسرعه، نجح طلع بسرعه قبل ما يوصل 40 اور 50%. شو انطباعك عن البدايه، بدايه الاثنين؟ صراحه لعب انكلين كان رش داون في البيت، وكان مستعيل وانضرب في البومز والمورترز وايد، بس تمكن انه ياخذ اول ستوك من اوتومان. الحين نشوف الفيفر عند انكلينج، يحاول يرجع لستيج سنيك، جراب باترو جوز اب هاي، لازم يسوي لاندنج على فوق سنيك. نشوف حاليا بدا يقرا طريقه لعبه، تشوف لو تلاحظ وما ما استعجل مثل بدايه الجيم. ويا كلاود سايد داتش في مكان غير مناسب، بعده يقدر يقدر. يو كنت في تقدم. وا نشوف. يا سلام عليك يا سلام عليك اوتومان. اوتومان 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 يخسر الستوك 9-0. فالاثنين متقاربين جدا، اوتومان متقدم بفارق بسيط. اوتومان يحاول قد ما يقدر انه يبعد ويضرب روكيت وسم يعني قنابل والغام، بس وصل 83. كلاود بدا يقرا، بدا يلاحظ طريقه اللعب. كلاود شوفوا الحين نشوف كلاود هدى، مو مثل البدايه كان دائما قريب ودائما يحاول، الحين بدا يتكتك. اوتومان لعب كثير في الهواء، ما خسرك الستوك الا الهواء يا اوتومان، حاول تتم على الارض قد ما تقدر. اوتومان نزل على الارض وبدا ياخذ الحين دمج، بدا يعدل الوضع خفيف. 120 60، وقراب نفس الحركه الاولانيه. هل تعاد الكره؟ هل تنعاد الكره؟ هل تنعاد الكره؟ لا لا، هالمره ما ضبطت، هالمره ما ضبطت. ساي كيف بيرجع اوتومان؟ اوتومان في موقف حرج، واوتومان ينزل على الجراوند. سهل جراب هني، سهل جدا الجراب هني. وفي النهايه اب اير، والجيم الاول لصالح كلاود اكس زد اي. كلاود اكس زد اي عدل وضعه مع انه اخطا وخسر ستوك، ولكن قدر يرجع. كان مستعجل في البدايه، هدى اللعب، قام يقرا الافكار شويه عند اوتومان قلت. محتاج هل نشوف تبديل؟ هل اللي كان مدافع يبدا مهاجم، واللي كان مهاجم يبدا مدافع؟ نفس الجيم، ما غيروا الستيج. انا اشوف الستيج صراحه لمصلحه اوتومان، لان القنابل لونها جري والخلفيه جري، ف يعني في نوع من شويه التضليل. شوف يبدا برش مره ثانيه، وكلاود وضعيته ممتازه جدا، ويحاول مره ثانيه اب اير. اوتومان السايد، ولكن دي اي في الوقت المناسب، ويرجع من الاعلى. اوتومان يودع، اوتومان
دائما يفضل اني يرجع الميدان من فوق، ودائما كلاود يقرا وينتظره في المكان المناسب اللي بينزل فيه. طبعا هذا يحسب حق كلاود انه دائما يقدرها صح، ولكن هالمره ينجح اوتومان. تعتبر نتيجة حاليا تعادل 2-2، وكومبو جميل وقنابل من كل مكان فوق وتحت يتجنبها كلاود، وكلاود يبادل القنابل ببينت 100، يوصل بسرعة اوتومان ويحاول قنبلة قنبلتين ثلاثة، الرابعة تنجح و اب. يا سلام عليك يا كلاود. كلاود اوتومان في موقف محرج الحين، محتاج يطلع قبل ما يوصله 40. اذا وصل 40 انا اشوف يعني خلصت هذه. 25 باقي لك 20 يا كلاود على حسب حسبتي. 40 خلاص الوضع اصبح صعب. 63 63، نشوف هل اوتومان يعارض المنطق ويسوي اللي سواه مع مارتشي ويعود 110. و صعب جدا الوضع. اوتومان يناور يحاول يحصل البوزيشن يبدا فيه من اول جديد، ولكن لا ودع، لا نجا. لا تسالني كيف نجا، ولكن هالمره ما ينجو منها، وكلاود يخلصها. مباراه جيده، كلاود سيطر على المباراه صراحة على الأرض وفي الجو، جبر أوتومان أنه دائما يرجع من فوق، وكان يقدر يعرف وين بينزل على أي بلاتفورم. ومباراة جيدة صراحة لكلاود، وإن شاء الله يعوض أوتومان في المباراة القادمة. ما نشوف حاليا منو بيشاركنا.